السلام عليكم. أزول في اللون لافاف الفيدرالية الجزائرية تتبرأ من فريق الوطني داخل القاعة فوتسال اللي خسر بتسعود لواحد. ني خسر بتسعود لواحد ما بقاش ديالو. سمع واحد تقرير صحفي ونرجعون نكملوا النقاش. الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تخرج عن صمتها وتوجه رسالة شديدة اللهجة لمن تلاعب باسم المنتخب الوطني. هيئة الرئيس وليد صادي سارعت لإنقاذ صورة الجزائر وتبرأت من خطوة كانت ستجعل الأمور أكثر تعقيدا. فطنة الفاف جعلتها تصدر صبيحة الجمعة بيانا عبر موقعها الرسمي لتوضيح الأمور بعد انتشار الغموض وسط الرأي العام سهرة الخميس. والسبب مشاركة مجموعة من اللاعبين في منافسة عالمية للميني فوتبول تحت غطاء المنتخب الوطني. لكن الأمر لم يقتصر على هذا فقط، الحقائق ستكون صادمة للجميع. من أطلق عليه المنتخب الوطني للميني فوتبول تفادى الوقوع في فضيحة كبرى، لأن المنافسة كانت ستشهد مشاركة منتخب الكيان الصهيوني قبل انسحابه في آخر لحظة. لكنه بالمقابل ضرب قرار السلطات العليا للبلاد عرض الحائط، والذي يقضي بتعليق النشاطات الرياضية في الجزائر بسبب العدوان على قطاع غزة. الحادثة أثارت دابا هادو خدرو هادو باش تفهم البلادة خسرتو مع أوكرانيا بتسعود، كون ربحوا أوكرانيا بواحد الزيرو ولا داروا غير التعادل ما كانوش غادي يخرجوا لنا هاد التقرير هذا. دابا خسروا بتسعود، صراحة النتيجة مدلة، ولكن الفريق المغربي مولف يربح بتسعود و8 وأوكرانيا يمكن ضربناها بتمانية. هذا باش نفهمكم إخواني، هو هذا كان مباراة ديال تورنوا في أبو ظبي في الإمارات. وكيف يعقل أن فريق وطني دوكداش وتشارك في تورنوا انترناسيونال وخارج من الجزائر، خارج من دولة مساعدة ومسافر في الطيارة الإمارات وغادي بلا رخص؟ وكيف يعقل أن هذاك تورنوا انترناسيونال مقيد تورنوا انترناسيونال يعني ملتقى عالمي غادي قبل يلعب ناس ما عندهمش الرخص ديال الجامعة ديالهم؟ هذا هو تنسميه حنايا السريح والضحك على الدقون. واخا واش دخل غزة وإسرائيل والمشاكل هذه كلها، خسرتي بتسعود ما عندكش فرقة، هاد الفاف هادو والله حتى غادي يسطيونا. ولكن شوف هادو شاك بوبل على بوفوار كي ميريت، كل دولة عندها الحكومة ولا اللي يستاهلها. حمره وبره ومسروحين، ما كاين غير عاش الملك الله الوطن الملك. ولكن انا والله الا ضحكوني واخرب ملي نفرجت الصباح في هذا الفيديو بقيت تنضحك. سمحوا لي راني شويه فاتيكي، عندي جين غريب، ولكن حلفت تندير هذا الفيديو ما عندي ما ندير. ضحكوني الله يخليهم ديما مضحكينا وسير النجاح.